السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. في حقيقة الأمر أيها الأحبة الكرام، ما تلي من كلام الله جل وعلا قبل كان كافيا وشافيا ووافيا، وكل الكلام الذي سأحاوله بحول الله جل جلاله إنما هو يدور حول ما قرئ قبل قليل، وحول طبيعة هذا المقروء القرآن الوحي. ولذلك عبرت بعبارة الوحي في عنوان هذه الكلمة كما قرأتم: الوحي طبيعته أو حقيقته ووظيفته. وكان يمكن أن أقول القرآن، وكل ذلك سواء، لكن التعبير بالوحي عندي مقصود لأنه المفتاح. الوحي هو اللفظ المفتاح لإدراك معنى القرآن، يعني إدراك معنى القرآن ليس من حيث التفسير، لا، قبل ذلك، من حيث طبيعة هذا المسمى القرآن. ما معنى القرآن؟ ما معنى كتاب الله جل جلاله؟ فكلمة الوحي هي المصطلح المفتاح لهذا المعنى العظيم الذي عليه قامت هذه الأمة، وبه ما زالت قائمة، وبه تتجدد في كل حين بإذن الله. أقرأ آية من كتاب الله جل وعلا لها دلالة في هذا السياق، أو على الأقل تثير هذه الحقيقة في أنفسنا، وذلك قول الله جل وعلا على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذه الآية بما فيها من أداوة الحصر، إنما مرتين، تدل على مفهوم عظيم جدا مرتبط بطبيعة هذا القرآن، ومرتبط بوظيفة هذا القرآن الوحي، ودال أيضا على مدى البعد الذي نعانيه نحن كمسلمين عن حقيقة القرآن الكريم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، يعني لا وظيفة لي، القول لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى محكيا عنه يحكيه رب العزة جل جلاله. إنما كما تعلمون حصر، أي لا وظيفة لي ولا مهمة لي إلا أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أي مكة، وله كل شيء، أي بما هو خالق للعالمين، الخالقية، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، أن أسلم وجهي لله الذي خلقني.
يعني الخضوع التام. فكل هذا كما تعلمون معنى أو معان معلومة لنا يعني بشكل بدهي. توحيد الله عز وجل، عبادته، الدخول في زمرة المسلمين والذوبان في بيئة الإسلام والانسجام مع البيئة الإسلامية، كل هذا واضح. لكن الشيء الغريب هو قوله بعد: وأن أتلو القرآن. هذه وظيفته الدعوية، وظيفته الدعوية، وظيفته التجديدية، قائمة فقط على تلاوة القرآن. لأن قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، هذا من حقوق الرب على نفسه. دخوله في زمرة المسلمين أيضا تابع له. فهذا سلوك لازم كما يقول النحاة، غير متعدي، يعني هو في ذاته عابد لله، ثم هو في ذاته مسلم لله. لكن تلاوة القرآن فعل متعد إلى الآخرين. وأن أتلو القرآن الدال عليه ما جاء بعده، وذلك قوله: فمن اهتدى بتلاوة القرآن فلنفسه، فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. النظارة كل النظارة في تلاوة القرآن. ولذلك نضع دعوة في البداية ونستدل عليها بعد بحول الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلاوة القرآن الكريم وتلاوة القرآن فقط قادرة بإذن الله على فعل كل شيء، قادرة على تأثير أو على التأثير في جميع الحياة العمرانية، سياسة واقتصادا واجتماعا، ما شئت ما شئت من مكونات العمران البشري. تلاوة القرآن فاعلة في كل شيء لمن يتلوه حقا، لمن يتلوه حقا. قد يقول قائلا: ها هذا كتاب الله يتلى بيننا صباح مساء، وكل منا يتلو على قدر طاقته ما يسر الله له من القرآن، وكثير كثير يشتكي أنه لا يجد لذلك آثرا في قلبه، ولا يجد لذلك آثرا في الواقع إصلاحا وتصحيحا وتقويما. المشكلة الأساس هي هنا: كيف نتلو القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ أو بأي اعتبار؟ قلت في بداية الكلام: الكلمة المفتاح هي الوحي. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن وحيا، وأصحابه أيضا كانوا يتلقونه، بل كانوا يتلونه وحيا، وسأبين هذا بحول الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أنذركم بالوحي، بالوحي. فالوحي هنا اسم وليس مصدرا لأوحى أو وحى، لأن نقول وحى يحيي وحيا، وأوحى أيضا كلاهما بمعنى نفس الشيء، وحى يحيي وحيا أو أوحى يوحي إيحاء ووحيا. فالوحي له دلالتان، يعني هذا اللفظ الوحي دلالة مصدرية من وحايحي، أي عملية إنزال القرآن أو تنزل كلام الله من عند الله عبر واسطة الملاك جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحدث مصدر أو معنى مصدري، وهو معنى الوحي. وهذا المعنى انقطع، لأنه لا نبي ولا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك معنى آخر
للوحي لم ينقطع، وهو المعنى الاسمي. فكون القرآن وحيا صار هذا اللفظ اسما له، لقبا له، صفة له. ولك أن تقول هذا القرآن هو الوحي، والوحي هو القرآن. فحينما قال قل إنما أنذركم بالوحي، يعني بالقرآن، بالقرآن، بنصوص القرآن، بآياته، بصوره، فذات القرآن وحي، وهذا لم ينقطع ولا يمكن أن ينقطع. فتلقي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام للقرآن عن رسول الله كانوا يتلقونه، أو كان بهذا الاعتبار، ذلك التلقي كان بهذا الاعتبار، باعتباره وحيا. لنرجع إلى أصل الإشكال، نحن نقرأ القرآن، ولكننا في غالب أحوالنا، الغالب الراجح كما هو مشاهد بيننا ومجرب، أننا نقرأه باعتباره مصحفا، ويغيب عنا معنى الوحي، بل إذا حضر فإنما يحضر المعنى التاريخي الذي كان وانقطع. نقول هذا القرآن يعني كان وحيا، لكن يغيب عنا أنه ما يزال الآن أيضا وحيا، وسيبقى كذلك وحيا إلى يوم القيامة. هذا يغيب كثيرا. فالمعنى التاريخي الذي كان لا يؤثر فينا ذلك التأثير المطلوب، ولذلك نبقى حبيسي المصحف، لأن تسمية المصحف مصحفا إنما هو من حيث كونه صحفا أو صحيفة، أي ورقا. وبهذا الاعتبار ينقص تأثيره في القلب، بل نفقد مفتاحه الذي كان لدى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ به كان يقع للقرآن في قلوبهم ما كان يقع. فهذا المعنى العظيم الذي نحاول أن نصل إليه بحول الله، الذي هو الوحي، هو موجود في كتاب الله جل وعلا باق، وهو نور، كما قال الله سبحانه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالقرآن نور، وهذا النور، هذا النور ليس مجازا، أي ليس تشبيها ولا تمثيلا، بل هو حقيقة، نور روحاني، لكنه نور خفي، إنما يعطاه ويؤتاه من طرق باب القرآن الوحي، حينئذ ينبثق له النور قطعا. أما من بقي رهين الصحف أو المصحف فسيبقى متبركا بتلاوة القرآن بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا مقام جيد. لكن القرآن الوحي الذي غير العالم، كل العالم، في نحو ربع قرن من الزمن، في نحو ربع قرن من الزمن، بل لم يكد ينتهي القرن الأول الهجري حتى كان الإسلام مستقرا في الأندلس، محيطا بأوروبا من جميع جهاتها. إنما القرآن النور الوحي هو الذي استطاع أن يخرق الظلمات، ولكن بسبب حمل القلوب المشتعلة، وليست القلوب المنطفئة التي بقيت رهينة التاريخ أو رهينة معنى كان وظن أنه انتهى. سأضرب مثالين.
لنعرف طبيعة تعامل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع القرآن. مثال الرجل الصحابي من الأنصار الذي أصيب بأسهم ثلاثة في ظهره وهو يتلو صورة من الصور، وقد كلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وصاحبا له بحراسة ثغر في غزوة من الغزوات، أو بالأحرى عند الرجوع من غزوة من الغزوات. فقال الرجل لصاحبه وهما بفم الوادي، يعني في منطقة الحراسة والصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل الوادي، حينما كلفهما الرسول عليه الصلاة والسلام بالحراسة بقي بعيدا في يعني مبتدأ الوادي أي في فمه يحرسان الليل. فقال أحدهما للآخر أي قسم من الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ يعني سيقتسمان الحراسة، أحدهما يحرس المسلمين أول الليل النصف الأول، والآخر يحرس المسلمين النصف الثاني. فقال بل اكفيني أوله، يعني يريد أن يتعبد ربه ويقوم بالحراسة في النصف الآخر ليدرك ثلث الليل الآخر كما هو معروف لفضيلته ولكرامته. فقال إذن استرح. فقام الرجل يصلي ويحرس يقوم الليل في أول الليل، فجاء رجل من الكفار وكان له على محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام كان عليهم ثأر، كان له ثأر عليهم دم، فأرسل سهما إلى هذا القائم يصلي بليل فأصابه في ظهره. قال فنزعه فوضعه، نزع السهم من ظهره ووضعه أي ألقاه جانبا وجعل الدم يسيل. وكان آنئذ وهو قائم يقرأ أو يرتل سورة من القرآن الكريم، ثم رماه بسهم ثالث فنزعه ووضعه، ثم رماه بسهم ثالث، وهنا صعب على الرجل أن يبقى واقفا، وركع ثم سجد فسلم وأيقظ صاحبه. فلما استيقظ الرجل ورأى نزيف الدم الشديد وقد لطخ ثياب صاحبه علم أن عدوا كان يرميه بالسهام، فقال سبحان الله، أما أهببتني أي أما أيقظتني؟ ماذا قال؟ قال إني كنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها، سورة من القرآن، يعني تعلقهم بالقرآن كان بصورة لا نستطيع تصور حقيقتها لأنه تعلق وجداني رفيع عال. قال ولولا أمر أمرنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أحمي ثغره لأتممتها أو لقطع أنفاسي دونها، سأبقى واقفا إما أن أتم الصورة وإما أن يقتلني وأموت وأنا أقرأ القرآن. المثال الآخر الثاني مثال أسيد بن حضير المشهور الأنصاري رضي الله عنه، ومثال مشهور متداول، حينما كان يقرأ القرآن وحيدا بليل فأظلته غمامة من النور ما يشبه الغمامة، وكان ابن له صغير ينام قريبا من مربد فرسه، فحينما كان يقرأ هذا الصحابي أسيد جعلت الفرس تجول تتحرك، فخاف على ابنه أن تدوسه الفرس فسكت، فلما سكت سكنت الفرس، ثم عاد فقرأ فجالت الفرس فسكت، فسكنت الفرس، ثم عاد فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت الفرس. هنالك رفع نظره من حيث
لا يشعر إلى السماء فرأى صروجا من النور، جمع سراج، مصابيح كالثريا ترتفع في الفضاء بليل شيئا فشيئا فشيئا حتى غابت في السماء. فلما أصبح قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكى له القصة، وكان كلما كان يحدثه بمقطع من القصة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اقرأ أسيد، يقول فقرأت فجالت الفرس، يقول له اقرأ أسيد، قال فسكت يا رسول الله ثم قرأت، وهكذا كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ أسيد. فلما انتهى قال تلك الملائكة نزلت تستمع الذكر، ولو بقيت تقرأ لأصبحت يراها الناس، أو بحيث يراها الناس ما تستتر منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديثان ثابتان صحيحان كما يعلم أهل صناعة الحديث. الأمثلة إزاء القرآن في جيل أصحاب رسول الله كثيرة جدا، ولو قام أحد باستقرائها وتتبعها أنا على يقين بأنه سيجمع أكثر من مجلد من هذه العجائب والغرائب الصحيحة الثابتة. ما الفرق بيننا وبينهم؟ القرآن هو القرآن. المشكلة هنا النور يجلب النور، النور يجلب النور. حينما يقرأ الواحد من المسلمين القرآن باعتباره وحيا يشتعل القرآن بفتيل قلبه، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها القرآن، هكذا قال المفسرون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نار الإيمان، فإذا مسته نور على نور. اشتعل أنا إذن ينقدح النور، لأن زيت القرآن البراقة قابلة للاشتعال، ولكن لا بد من يفرك الحجر الذي يشعل، لا بد من يقدح الكبريت ليشتعل الزيت، وهذا إنما يقع في قلب العبد. ولذلك يكون للقرآن في القلب بهذا المنهج ألم، ألم شيبتني هود وأخواتها على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني هذا دال من قول عليه الصلاة والسلام على مكابدة ومعاناة، وهو في كتاب الله كثير من مثل قوله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه القشعريرة دالة على صدمة، معروف هذا نفسيا وعصبيا صدمة، والإنسان حينما يتلقى تيارا كهربائيا يصعق به يصطم ويحدث في جسمه كله قشعريرة شديدة على مقدار الصدمة. آيات القرآن وأحوال أصحاب رسول الله الصحيحة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من مثل قوله شيبتني هود وأخواتها وغير ذلك كثير، كل ذلك دال على أن هذا القرآن نور لاهب، أو إن شئت أن تقول بلغة العصر تيار كهربائي من عالم الروح لا من عالم المادة قطعا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو روح، فالقرآن روح وهذا الروح نور، وهو نور لاهب حارق مؤلم، فإذا صبر الإنسان على ذلك تحول ذلك الألم إلى لذة
بنص القرآن. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله من بعد ما اقشعرت، من بعد ما صدمت بهذا التيار. الصبر على ذلك يحول تلك الطاقة التي نزلت على القلب إلى لذة، ولم يكن عبثا. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي كارب، كما في صحيح البخاري، كارب لذلك واربد وجهه. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما روت حديث يعني كيف يأتيك الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فينفصم عني وقد وعيت ما قال أي الملك، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيحدثني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد يتفصد عرقا، يتفصد عرقا يعني العرق ينزل في اليوم الشديد البرد، معناه أن الجسم به حرارة عالية عالية تجعله لا يشعر بالبرد وحسب، بل يشعر بحرارة مرتفعة في يوم القر الشديد. فهذه الحقيقة المفتاح الوحي هي مدار الأمر ومدار الكلام ومدار القضية في التعامل مع كتاب الله عز وجل. لو يقرأ المؤمن آية واحدة وآية واحدة فقط، لكن بهذا المنهج الذي يوقد الروح في القلب ويوقد النور في مشكاة القلب، لرأى عجبا، لرأى عجبا. ولذلك ثقل على أصحاب رسول الله، بل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الطاقة البشرية لا تطيق هذا القرآن أن ينزل عليها جملة واحدة، بل لو أنزل على الجبل لكان ما كان كما تعلمون. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أن يتشقق من خشية الله. فهذا النور، هذا الوحي حينما كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحدث له ما يحدث، وكذلك كان أصحابه حينما يتلقونه. فرفقا بالناس ورحمة بهم أنزل الله عز وجل القرآن منجما آيات آيات، ليس فقط حتى يستطيعوا إنجاز التكليف، وهذا مقصود طبعا ومذكور في النصوص، ولكن أيضا حتى لا تحترق طاقاتهم، حتى لا تتحطم أبدانهم وأعصابهم، لأن القرآن ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا كابد العبد القرآن اشتعل هذا القرآن في قلبه ورجع إلى أصله. كيف؟ يعني هذا القرآن حينما تكابده ولو جزءا، ولو صورة الإخلاص ما شئت، ولو آية تكابدها ترتيلا ومدارسة وتشذيبا وتهذيبا لزوائد القلب من الآثام والآفات، وتحققا بأخلاقها وأحكامها وحكمها، كل ذلك مكابدة، حينما يحصل ذلك منك ترجع الآية إلى طبيعتها، يرجع الوحي إلى أصله، يرجع القرآن إلى مصدره وهو الوحي، بمعنى أنه ينبثق النور الوحي. وهذه الصفة الاسمية
التي ما زالت تصاحب القرآن ولن تزال تصاحبه إلى يوم القيامة، فيرتفع من قلبك نور يغمر كل بدنك، عينيك، أذنيك، لسانك، كل شيء، كل شيء. وتعلمون حديث الولاية في صحيح البخاري: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. بما؟ بأنه دأب وكابد النوافل، وأم النوافل صلاة الليل كما هو ثابت في كتب الصحيح، أفضل في حديث صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل إنما هي قرآن، إنما هي قرآن، تلاوة، ترتيل، ومكابدة، ومناجاة مع الخالق، وخلوة مع الرب، ونظر عميق إلى آفات النفس. تنكشف نفسك مرآة بين يديك، فترى ثغراتها، وترى لطائفها، وترى الشوائب التي شابتها، فتقوم الآيات بوظيفتها من التطهير والتشذيب والقص حتى ترجع النفس إلى فطرتها. أنئذ وقد استنار البدن كله، وهذه حقائق ليست خيالات ليست تمثيلات، نور الروح، الروح نور، الروح نور، يرتفع ذلك النور من القلب، يرتفع كالحبل الأثيري، يرتفع في السماء شيئا فشيئا فشيئا حتى يتصل بالملأ الأعلى. في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما وقد خرج عليهم في المسجد: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال لهم في البداية طرف الحديث: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، ولفظ السبب هنا في هذا السياق بمعنى الحبل، وهو معنى حقيقي لكنه حبل من نور، حبل روحاني. فإن هذا القرآن سبب، طرفه الأعلى بيد الله، وطرفه الأدنى بيد من تمسك به. والتمسك أو التمسيك الذين يمسكون بالكتاب، يعني يمسك يقبض عليه كما يقبض أحدكم على الجمر كما في الرواية الأخرى من الحديث. وأيضا حديث الطبري الصحيح الإسناد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كل الناس يمكنه أن يصل قلبه بالله بشرط أن يوقد فتيل قلبه، أن يشعل مشكاة روحه فيألم ويجد حر القرآن ويقرأ القرآن الوحي، هذا العمق الغيبي الذي يصل العبد بالله. فإذا كان ذلك كذلك، صار لهذا الوحي في القلب وظائف عظمى. الآن نرجع إلى أنفسنا وإلى حياتنا في زماننا هذا، أفرادا وجماعات ومؤسسات، لأن القرآن هو للجميع، يحل المشكلة الجزئية الصغيرة التي يعانيها الفرد في نفسه أو في أسرته، ويحل المشكلات الكبرى على المستوى الحضاري، لأنه كلام رب العالمين. فأول شيء يتحقق الإنسان حينما يتحقق من معنى الوحي القرآن، أن القرآن يعرفه بصاحبه الله جل جلاله.
هذا الذي يغيب عنا أيضا كثيرا ونحن نقرأ القرآن. صحيح نحن مؤمنون لا شك في هذا، وعلى يقين بأن هذا القرآن أنزله الله من فوق سبع سماوات على قلب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولكننا ننسى أثناء التلاوة، ننسى. يجب أن نتحقق من أن الله جل جلاله إذ نقرأ القرآن أنه سبحانه يتكلم، لأن القرآن كلام الله، كلام الله. أنت تقرأ صحيح، لكن الله هو الذي يتكلم، ودليله من القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حتى يسمع كلام الله، ممن يسمعه؟ شخص ما يتلوه من الصحابة أو من المسلمين بصفة عامة في زمان أو مكان، كلام الله. فالقرآن الوحي يشعرك بهذه الحقيقة بقوة، فتشعر وأنت تقرأ القرآن بالخضوع، خضوع لرب العرش، لرب الملك والملكوت. تتلقى الأمر والنهي، فيقع بقلبك موقع المقصات أو المقاص، جمع مقص، يقطع الأشجار أو الأغصان الزائدة ويهذب ويشذب ويخلقك بأخلاق القرآن. يعني أن تتخلق بأخلاق القرآن وأنت تتلو الكتاب المصحف من حيث هو صحيفة نزل من السماء في التاريخ، وتنسى أن وحيه حي الآن، لأن كلام الحي حي، والله هو الحي الذي لا يموت، وكلامه كذلك حي لا يموت، وهذا معنى الوحي الذي نتحدث عنه في هذا السياق. فشيء عظيم جدا أنك إذ تقرأ القرآن تشعر بأن الله يحدثك، يكلمك. ولذلك كانت صلاة الليل، بل كل صلاة، مناجاة بين العبد وبين الرحمن بسبب ما يتلى فيها من قرآن، طبعا إن كان على هذا الوزن. الشيء المهم ها هنا أيضا أننا نتحقق من معنى آخر فرعون عن هذا، لأنك حينما تعرف ربك بالقرآن تعرف نفسك، وتدرك آنئذ بأنك مجرد، أنا وأنت، بأنني مجرد عبد، عبد. وما أكثر ما ننسى بأننا عبيد، لا أحد منا قرر أن يولد في سنة ولادته، ولا اختار جنسه، ولا اختار أباه وأمه، ولا حتى اختار حياته عند التدبر والتعمق، ولا أحد منا اختار النوائب، عافانا الله وإياكم من النوائب، ولا اختار ساعة وفاته. الإنسان عبد، لا يملك نفسه، لا يستطيع أن يستيقظ متى يريد، وإنما نستيقظ جميعا عندما يأذن الله. وحينما لا يأذن لعبد من عبيده أن يستيقظ، فإنه لا يستيقظ إلى يوم القيامة. فهذا شيء عظيم، ركن، وهذه أولى وظائف الوحي، القرآن الوحي، خبر جاء من السماء، الوحي خبر جاء من السماء ليخبر الإنسان أنه مملوك، فلا يسرف على نفسه كثيرا، مملوك، وأن له ربا خالقه، وأن أمره كل أمره
بيد هذا الخالق. وهذا مدار كل ما يدرس في علم التوحيد من أوله إلى آخره. الأمر الثاني من وظائف الوحي الوظيفة العمرانية، عمران الأرض. فوجود الإنسان في الأرض ليس عبثا، خلافته استعماره فيها كل ذلك لهذه الوظيفة. وهذا كله دائر حول معنى العبادة، عبد بل عبودية، يمارس العبد عبادته لله. فيعمر الأرض بأمر الله كما أمر الله، يصلح ولا يفسد، يبني ولا يهدم، ويمد أواصر الأخوة، ويمتن النسيج الاجتماعي، ويكون عنصرا إيجابيا فعالا في بناء العمران. والعمران بالمناسبة في القرآن وفي السنة ليس مجرد بناء أبدا، العمران روح. أما البناء بكل أنواعه إنما هو بصمات هذا الروح، بصمات. فالعمران الإسلامي يعني العمران الذي يبنيه المسلم تجد بصماته واضحة، بصمات المسلم على ذلك العمران. البناء الجدار الحجر يعبر عن خلق إسلامي رفيع، يعبر عن خلق، يعبر عن أخلاق الحياة وعن أخلاق التكافل بما لجدران المسلمين وبيوتهم. طبعا يعني كثير من هذا يصدق على العمارة الإسلامية القديمة، لأنه ككل شيء تأثرت البناية الحديثة بالعمران الآخر. وما من حجر إلا من ورائه رؤية ونظر وفلسفة. فنرجع إلى ما نحن فيه. العمران بمعناه الشمولي يتعلق بسلوك الإنسان كله، عمران المادة وعمران الروح، الأخلاق عمران، السلوك الاجتماعي عمران، المسجد عمران، الصلاة عمران. ولذلك عبر الله عز وجل أو مدح الله الذين يعمرون مساجد الله، يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بالروح، لا تبقى خاربة خاوية، خاوية على عروشها. فاستعمار الله الإنسان في الأرض هو توظيفه فيها، فإذا أقاله قبضه إليه لإقالة، أو يعني باللغة المعاصرة أو يعني التقاعد، يعني الوفاة. لا وجود، لا وجود لعطالة في شخص الإنسان المسلم على الإطلاق. العطالة والبطالة هنا في دماغ الإنسان. المشكلة إذن أننا لم نتحقق بعد بمعنى الوحي الذي يعمر حياتنا. وأنا على يقين لو أن المسلمين يأخذون القرآن بحقه آية آية بل كلمة كلمة لم تد النور إلى كل مجال الحياة، ولتخلقت الحياة من جديد على موازين القرآن. والقرآن وحده دعوة كافية، القرآن مؤسسة بل مؤسسات من العمل الدعوي والإصلاحي بكل فروعه، لكنه برنامج الله ومنهاج الله اليقين القطع الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه. فإذا وقع على شيء جعله أخضر وجعله يانعا وأناره، الكل يخضع له، لأن القرآن يطرق باب الفطرة. وهذا من الأسرار العظيمة التي لا توجد إلا في القرآن. نحن مسلمون ومؤمنون،
بأن الله قد بصم سبحانه بصم على قلوب البشرية جميعا من يوم خلقها، وذلك هو المسمى بالفطرة التي يولد عليها الإنسان. كل مولود يولد على الفطرة، وهي المذكورة بالمعنى في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم؟ قالوا بلى. موحدون بالفطرة، وإنما التحريف يأتي بعد النشأة في البيئة، فنتلقى الأديان من خلال الاجتماع البشري. أما القلب بالمعنى الروحي أو الروح أو النفس مؤمنة أصالة، فإذا جاء القرآن وطرق عليها، ولو كان الإنسان يهوديا أو نصرانيا أو ما شاء أن يكون، فإن لكلمات الله أثرا على قلبه. وكثيرا ما قرأنا وسمعنا أثر القرآن على قوم أعاجم لا يعرفون من العربية شيئا. كتب أحدهم منذ القديم في الأدبيات القديمة، ولعله أحمد أمين، هذا قديم يعني منذ مدة القرن الماضي، أن أحد المستشرقين سمع القرآن في مصر فبكى. قيل له: أتبكي له ولا تؤمن به؟ قال: إنما أبكاني الشجاع، والشجاع عبارة عن حزن رقيق عميق يقع بالقلب. فما الذي أشجعه إذن؟ القرآن طرق على قلبه وقال قلبه هذا الكلام، أي جنسه، لأنه كلام الله، جنسه، طبيعته، مادته، صنفه. يقول القلب الروح: سمعته من قبل، سمعته من قبل، لأن الله خاطب الذرية وهي في عالم الذر، وإجماع أهل العلم إلا من شذ أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان. ولكم أن تتأملوا حديث الصحيحين في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. أرواح متى تعارفت؟ في عالم الغيب قبل أن تزرع في الأجساد. ولذلك أنا وأنت في التجربة الاجتماعية العادية تجد شخصا فيقع في قلبك حبه والانسجام معه، مع أنك لم تره قط في حياتك، تقول: والله كأني أعرفه منذ 20 سنة. وترى آخر فتنفر منه، وما بينك وبينه عداوة، بل لم تره قط. أي مؤثر هذا؟ فهي مؤثرات نفسية عميقة، بل ضاربة العمق في جذر قلب الإنسان. فهذه الوظيفة هي رسالة ثانية. نعرف الله أولا، رسالة الأولى، نعرف وظيفتنا في الأرض. الأمر الآخر أو الثالث والأخير، نعرف الآخرة. لو قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لوجدت ثلثي آيه، بل يزيد يتكلم عن الآخرة. ولك أن تقول هكذا على سبيل التعريف: الحد، القرآن هو كتاب الآخرة. هذا المعنى العظيم نحن نؤمن به عقيدة، لأنه ركن من أركان الإسلام، لكنه يغيب من شعورنا اليومي، لأن الإنسان ضعيف ويغرق في الجزئيات. الإنسان يغرق في الجزئيات ولا يستطيع أن ينظر نظرا كليا إلى العمر وإلى الحياة إلا في الخلوات، يعني في مجالس يعيش وحده أو يجلس وحده يتأمل. أما داخل البنية أو الحركة الاجتماعية، وهي حركة تشتعل بالجزئيات اليومية
هذه الجزئية اليومية تجعلنا ننسى حقيقة وجودنا، بل نتوهم من حيث لا ندري أننا لن نموت أبدا، مع أننا يعني قد نؤذن أو نعلم أو نخبر بالرحيل في أي لحظة. بل تنظر إلى الجيل السابق، نسخ نسخه هذا الجيل أبناؤه. أنا حينما أنظر إلى ابني ينمو بين يدي أفرح قرة عين، لكنني أرى فيه ناسخا لحياتي، وعلى قدر نموه يكون شعوري بأن الرحيل قد قرب. هذا الأمر عام عام، ولكن مشكلتنا أننا نقول إذا عمت عانت، لم تهن ولا تهون أبدا، لأن كل إنسان سيعيش التجربة وحده وحده. هذا غلط عند كثير من الناس، إذا عمت عانت. لا، قضية الموت وقضية الآخرة، وهي الرسالة الكبرى في القرآن والثالثة، ليست أمرا هينا، ولا هي مما يعم الناس فيتفرق فيهم. لا، لا يتفرق، لكل مقداره وذوقه منها. الله أكبر. ولذلك قال الله جل جلاله في القرآن: كل نفس ذائقة الموت. وعبر بهذا التعبير العجيب العجيب حقا، ذائقة. كان يمكن أن يقال كل نفس تموت وهو كذلك، لكن عبر بالذوق، اسم الفاعل الدال على التصاق الفعل بصاحبه، وأنه لا أحد ينوب عن أحد فيه، وأن لكل إنسان موتته، أي حقيقة الموت وتجربة الموت. هذه العبارة التي أبحث عنها، لكل إنسان تجربته، سيجربها سيذوقها، لأن الأذواق لا تنقل خبراتها أبدا، لا في عالم المادة ولا في عالم الروح. لا تستطيع أن تشرح لإنسان حلاوة العنب، مستحيل. الحل الوحيد أن تعطيه عنبا يأكله، آنئذ فقط سيعرف معنى حلاوة العنب التي أنت تتحدث عنها. لا تستطيع أن تنقل الألوان إلى بصير فاقد للبصر، مستحيل. طبعا إذا كان لم يبصر قبل، بل حتى ولو كان قد أبصر، لأن الألوان لها تجليات. غروب الشمس كل يوم له تجل، شروق الشمس كذلك، لون البحر، لون السماء، كل شيء كل شيء. ما زلت أذكر يوما لا أنسى رجل كفيف البصر كان يجلس بجانبي في مكان ما حفل، فكنا نتذاكر، فسألني عن لون الفجر، والله شعرت بالحرج وعجزت، لأني أعرف أنه كان أكمه، يعني ولد أعمى. من يستطيع أن يشرح له لون الفجر؟ أبدا لا يستطيع أحد، لأن الأعمى الذي سيدرك الألوان سيدركها بالذاكرة، وهذا فاقد لذاكرة الألوان، لأنها لم تسجل قط في ذاكرته. هذا مثل ضربته في مجال الذوقيات، لأن اللون ذوق والسمع ذوق، كل ذلك يعني الأحاسيس المادية أذواق، ليس فقط اللسان هو الذي يذوق، هذا لا طعمه. كل شيء يدرك بالحسي
ذوق، فما بالك بعد ذلك بأذواق الروح أدهى وأعظم، والموت ذوق من أذواق الروح، وهذا ركن ورسالة من أعظم رسالات القرآن بما يتبعها من حقائق اليوم الآخر. ولذلك قال عز وجل في كتابه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد الموت من الحدة حديد، من الحدة والدقة، وترى الأشياء على حقائقها لأنك تجربها الآن. القرآن الوحي في خاتمة الكلام يعرفنا بهذه الأمور الثلاثة: معرفتنا بالله، ومعرفتنا بوظيفتنا، ومعرفتنا بمآل الحياة فوق الأرض، مآلها، مصيرها، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية. وهذه المداخل الثلاث هي مفاتيح لكل أركان الإيمان بعد ذلك في القرآن، وهي مفاتيح فهم الشريعة بكل حقائقها، سواء تعلق الأمر بالعبادة أو بالعادة أو بالنظام الأسري في القرآن، ما شئت ما شئت ما شئت. إذا لم تكن على معرفة بالله المتكلم بالقرآن، ولم تكن على معرفة بوظيفتك فوق الأرض التي ناطها بك هذا القرآن، ولم تكن على يقين بالمآل الذي سنصير إليه، لن تقرأ القرآن ولو تلوته مرارا. فقراءة القرآن إنما هي بالوحي وبالوحي فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.